البيت مش في الحضانه. سماحه خطفت يا سلطان. هند يا رجاله وهات المستشفى عليها واطليها. طالع هنيه علي الطلاق اللي اقتله عويس وراي. اطلع يا امينه. انت هربت ازاي وين؟ مش وقته يا امينه. اطلعي. ايه ده؟ دي بنت سهر. اطلعي. انت خطفها عشان احميها. احميها من مين؟ من دول. اطلعي بقول لك. حاضر. قوم يا ابوي نزل السلاح. سامح معاهم.